بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا واسع المغفرة يا الله يا الله يا الله. حاجتنا وسيلتنا وافتقارنا هو اضطرارنا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطي أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، ارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم يا رب العالمين، نسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا، لا جافيا ولا شقيا. نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك، ترضى بقضائك، وتقنع بعطائك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برسول الله نستغيث، يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى نستغيث، يا حي يا قيوم بفقرنا إليك نستغيث، بلطفك بعبادك نستغيث، بحاجتنا إليك نستغيث، بجهلنا نستغيث بعلمك، بذنوبنا نستغيث برحمتك، بلؤمنا نستغيث بكرمك، بضعفنا نستغيث بقوتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. بدأنا بالأمس في الحديث 20، وهو حديث النعاس في الصلاة، المروي بإسنادنا عن مشايخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد. شوف، وهو ممكن تقول وهو، ممكن تقول وهو، رواية البخاري سماعا كلها وهو، اللي هي المسندة بالسماع لتسكين الهاء كده، وهو المسندة سماعا عن المشايخ، لكن يجوز تقراها وهو، لأن القرآن جاء بالقراءتين، تقول وهو على كل شيء قدير، تقول وهو على كل شيء قدير. والمصريين يقول وهو كذلك، المصريين في لغتهم العامية يقول لك وهو كذلك، لغة فصيحة جاء بها القرآن. علشان كده الرواية المسندة هنقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس
لا يدري، لعله يستغفر فيسب نفسه. تكلمنا على هذا الحديث في وجوه ذكرها الإمام ابن أبي جمرة، ووقفنا على الوجه السادس. يقول في الوجه السادس: فيه دليل على أن النائم لا يسقط عنه النوم التكليف. خد بالك، أما يقول فليرقد وبعدين يقوم يصلي، معناه أن النوم ما يسقطش التكليف، يؤجل التكليف للاستيقاظ. يبقى النوم ليست حالة ترفع التكليف عن المكلف. يعني نفهم منها في الجنايات مثلا، ان لو واحد نايم وتقلب فتقلب على طفل رضيع فمات الطفل، يبقى قتل خطأ، يدفع الدية. برغم ان كان نايم يقولك ده ما كنتش واخد بالي انا كنت نايم، لا يدفع الدية، لانه لا يسقط التكليف بالنوم. واضح؟ فهمت بقى؟ النوم فقط يؤجل التكليف لحين الاستيقاظ، لكن يظل، بخلاف الجنون. الجنون يسقط التكليف لأن التكليف محله العقل. اتجن يبقى مش مكلف، يعني اتجنن شهر وبعدين رجع عقل تاني وتعالج وبقى كويس، ما يعيدش صلوات الشهر اللي كان مجنون فيه، مش مطالب. لو اتجنن في شهر رمضان وخف بعد رمضان ما نقولوش عيد شهر رمضان صيام، لأن العقل مناط التكليف، رفع عنه العقل رفع عنه التكليف، بخلاف النوم. واضح؟ نام 24 ساعة يعني استغرق 5 فرائض، نقول له قوم صلي 5 فرائض. واضح؟ يبقى النوم غير العقل، غير الجنون، غير الجنون. فهمت بقى ازاي؟ وإن كانوا الاثنين زوال عقل، لكن الفرق بينهما دقيق، أن النائم إذا نبه ينتبه والمجنون إذا نبه لا ينتبه. مش كده برضو؟ في فرق. كذلك المغمى عليه في غيبوبة، اللي يصاب بغيبوبة ما يبقاش زي النائم. واحد جاله غيبوبة نقلوا العناية المركزة، وإن كان ما بقاش في مصر عناية مركزة، كل العنايات اللي في مصر مخففة، ما فيش عنايات مركزة، مخففة خالص كمان، ربنا ينجي. واللي بيخف منها بفضل الله، لا بالرعاية الطبية بل بفضل الله المحض. لكن لو تركناه للرعاية الطبية ربنا ينجيه، بيخرج بمرض أشد من اللي دخل بيه. والله، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب، فما بالك طبيب ومجرب. فخد بالك، يعني حكاية مهمة. يبقى أخونا ده اللي بنضرب بالمثل، إنه جاله غيبوبة نقلوا العناية المخففة، قعد فيها 2 أسبوع لحد ما فاق بعد كده بالعلاج ولا برحمة ربه مباشرة بغير سبب ربما. المهم فاق، نقول له عيد صلوات الأسبوعين دول؟ ما نقولوش، لأن الغيبوبة غير النوم، الغيبوبة ارتفاع العقل فارتفع التكليف، ما لهوش إعادة هذه الصلاة. كانوا الأسبوعين دول في رمضان، نقول له ما تعيدش صيام الأسبوعين دول كمان، مش مكلف، مش هيسألك عنهم ربنا، أنت صرت فيهم كالمجنون أو الطفل، واخد بالك؟ خلاص مش مكلف. واضح؟ إنما النائم لا، النائم لا يسقط عنه التكليف. خد بالك، النائم لا يسقط عنه التكليف، يعني لو عمل أذية وهو نايم يدفع ثمن الأذية دي. كويس؟ يعني نايم كده بيتقلب فعمل ايده كده، راح موقع مثلا فازة مثلا قيمتها 10,000 جنيه، غالية قوي، وكان نايم عند واحد صاحبه، والفازة دي عزيزة عليه قوي، فازة أثرية، واخد بالك، ورثها من ايام جده لزغلي مثلا ومحتفظ بيها، وكان ممكن يعرضها عند مثلا الأستاذ فاروق حسني، كان ممكن يقيمها بملايين الجنيهات مثلا، واخد بالك؟ يبقى هنا أذى أذية كبيرة. هو نايم عمل إيده كده هو كسر الفازة، وهي محطوطة على الكومودينو بتاعه، يقوم أما يقوم له حق إنه ياخد منه قيمتها. شفت قد إيه بقى؟ يسموه القرش المقدر، قرش مقدر.
واضح؟ يبقى خلاصة الكلام إن الإنسان النائم مسؤول عن أعماله، مسؤول عن أعماله إذا حصل فيها إيذاء للغير، لكن مش مسؤول عن كلامه وهو نائم. يعني وهو نايم كده بيحلم في العقل الباطن وكان متخانق مع مراته، فهو اتكلم وهو نايم قال لها انت طالق، لا يقع طلاق، لا يقع ايه طلاق، لانه نايم. واضح؟ هو كان في المنام نايم متغاظ منها، نفسه يقولها في الحقيقه، فقام ايه اي لو قلتها في الحقيقه هيتخرب البيت، فقام ايه ربنا سبحانه وتعالى خلاه ينطق بيها في الدنيا في المنام عشان ينفس عن نفسه شويه عشان ما يطقش. فلو قالها القاضي لا يوقعها، يقول له خلاص انت كنت نايم ما يهمكش يلا فضفض، تبقى فضفضه. واضح؟ يبقى في اشياء يؤاخذ بها النايم واشياء لا يؤاخذ بها النايم، تاخد بالك. كالعقود مثلا، نايم خالص كده، نايم خالص وهو نايم تقول له ما تبيع لي العماره ب1000 جنيه يا فلان، بيع لي العماره ب1000 جنيه وجايب 2 شهود، يقول له يا اخي بعبها قبلت يا اخي قبلت، وهو نايم خالص، والشهود يقول لك اه شهدنا قال ايجاب وقبول، لا ما ينفعش ده كان نائم، لا ينعقد العقد لازم اما يستيقظ. واضح؟ يبقى في اشياء يؤاخذ فيها النائم واشياء لا يؤاخذ فيها النائم. واضح الحكايه دي؟ واضحه معروفه. فهنا بقى نشوف ايه فيه دليل على أن النائم لا يسقط عنه النوم التكليف، لا يسقط عنه النوم التكليف. يبقى النوم هنا فاعل، يعني النوم ما يسقطش التكليف، والتكليف هنا مفعول به. واضح؟ عشان تفهم الجملة بس. يؤخذ ذلك من قوله فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وهنا بحث، هل بنفس الاستيقاظ تجب الصلاة على أي حالة كان من خفة أو ثقل؟ طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فليرقد حتى يذهب عنه النوم؟ يعني حتى يذهب عنه النوم بمجرد انه يستيقظ حتى ولو لسه عنده خمول شديد في جسمه يبقى وجب انه يقوم يصلي، ولا حتى يستيقظ نشيطا؟ فاذا استيقظ لسه عنده خمول نقول له كمل نوم. فهمت السؤال؟ يعني هل هو يجب عليه الصلاة بمجرد الانتباه بعد النوم ولو ما زال ليس عنده النشاط، ولا ممكن نقول لا ينام تاني حتى يعود اليه النشاط؟ فهمت السؤال؟ افهم السؤال عشان نشوف بقى ايه رأي الفقهاء في المسألة. احتمل الوجهين معا، اذ يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام يذهب معنى نفس الاستيقاظ، لان عند التيقظ بعدم ضده أو يزيد ثقلا وإن استيقظ، لأنه إذا استيقظ والعلة التي من أجلها أبحنا له النوم اللي هي الثقل والنعاس يعني بما فيه، فالشيء الذي خفنا منه باق توقعه إنه ينام جوه صلاة كمان. والفقه يقتضي التفرقة بينهما، وذلك أن أولا قد أتتنا العاهة وهي النوم وليس لنا شيء ندفعه به، فجاز لنا النوم كما تقدم لما تجيلنا العاهة النوم دي جوه الصلاة مش قبل الصلاة. خد بالك مش قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة انت كسلان وعايز تنام وجاء عليك الوقت المفروض تقوم تقاوم. فهمت ازاي؟ بذكر الله وبالوضوء وبإقامة الصلاة يدب فيك النشاط وتدخل في الصلاة. دخلت في الصلاة إن كملتها بها ونعم ثقل عليك النوم أثناء، بقى لك أن تنام في الحالة دي، ويبقى عندك العذر. يبقى العذر ان يجي لك النوم جوه الصلاه، مش تستنى النوم جاي لك. اه يقول لك انا شايف النوم جاي من اول الشارع اهو، يبقى ننام نستناه بقى، ما ينفعش. لان النبي عايز صلى الله عليه وسلم امته تبقى مجتهده عندها حرص على الطاعه مش كسوله. واضح؟ يبقى انت النوم اللي يجي لك قبل الصلاه مش هو ده الرخصه انك تنام له، لكن النوم اللي يجي لك جوه الصلاه هو ده الرخصه انك تنام له. واضح؟ وإن احتمل الثقل أن يكون حقيقة كالأول واحتمل أن يكون وهميا فينبغي أن يستعمل الدواء وهو الوضوء. يعني افرض قام أول انتباه لي بعد النومة دي لقى نفسه لسه متثاقل، يقوم يعمل الدواء بقى، لأن هنا ما ينامش تاني عشان هنا لما قام مش في صلاة. يبقى لو قام أول استيقاظ لي ولقى نفسه متثاقل يبقى يستعمل الدواء النبوي، يذكر ربه
يتوضا يقف يقول الله اكبر. قالوا بقى النوم بعد ده كله ينام تاني. واضح؟ ما قالوش يبقى ادى اللي عليه. واضح؟ فينبغي ان يستعمل الدواء وهو الوضوء لانه من مذهبات النوم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرا قام بالليل وايقظ اهله فان ابت نضح الماء في وجهها. طبعا لو عمل كده تقوم تتخانق معاه والله، ولو هي عملت فيه كده ممكن يطلقها كمان وتبقى مشكله. ليه؟ لان الناس ما عندهاش حرص على الطعام. بيقول لك ايه؟ رحم الله امرا كلام النبي الحديث المعروف، قام بالليل وايقظ اهله فان ابت نضح الماء في وجهها. ورحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها فابى فنضحت الماء في وجهه. فان ذهب النوم حصل المقصود، حلو قوي الحمد لله، واخذنا في اداء العباده. وان بقي الامر على ما كان عليه من ثقل النوم بعد ما توضى برضه لسه مش قادر ماشي يعني كسول واكل كيلو بصل قبل ما ينام، بقي الامر على ما كان عليه من ثقل نظرنا. فان كان في الوقت ساعه باقي لسه الوقت على ما يجي الوقت اللي بعده قدامنا 3 ساعات، يبقى والله في ممكن ننام لنا ساعه ونقوم نجيب الفريق، يبقى في ساعه. فان كان في الوقت ساعه راجعنا النوم نرجع ننام تاني. طالما عندنا اتساع في الوقت اظبط المنبه، اوصي حد عندي في البيت صحيني بتاع واروح نايم تاني. كويس؟ لان في الامر فيه الوقت فيه ساعه، على ما يدن الاذان اللي جاي فاضل له 4 5 ساعات. واضح؟ راجعنا النوم امتثالا للامر. وان كان الوقت ضيقا، لو نمت هو فاضل خلاص 5 دقائق 10 دقائق ويدن الاذان وانا ما صليتش العشاء والفجر فاضل عليه 5 دقائق، ما ينفعش بقى اراجع انام وايه ده؟ ما ينفعش انام هنا. وان كان الوقت ضيقا فعلنا ما ذكرنا اولا عن العلماء، وهو ان يصلي ويجهد نفسه، يقاوم ويصلي ان شاء الله يعمل الفرائض. يعني يقول الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحه، امين، الله اكبر، ما يقراش سوره كمان. شوف قد ايه؟ ويركع، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، سبحان ربي العظيم، الله اكبر، الله اكبر، سبحان ربي، الله اكبر، وهكذا. هيخلص ال3 ركعات اذا كانت مغرب، ولا 4 ركعات اذا كانت عشاء، ولا ظهر ولا عصر. هو ده هو بيعمل كده اصلا في حال نشاطه. ده هو بيصلي كده اصلا في حال نشاطه. فما بالك بقى فما بالك بقى وهو تعبان وكسلان، يمكن ياكل من الفاتحه 2 بس صلاته هتبطل، لان لازم الفاتحه كامله. خد بالك. يبقى وإن كان الوقت ضيقا فعلنا ما ذكرنا أولا عن العلماء، وهو أن يصلي ويجهد نفسه ثم ينام. يبقى يصلي الأول، يعمل الأركان بس، يصلي ويسلم وينام على ما هو عليه. وبعدين لما يقوم نشيط الحمد لله بعد 50 ساعة ولا 10 ساعات، في ناس يا أخي ما يدبش النشاط إلا بعد ساعات طويلة. ربنا ينجينا وينجيهم. ليه؟ لأنه عود نفسه على كده، أصل جسمك على ما تعوده. أولا الواحد يقلل أكل البصل والثوم، ثانيا ما يشبعش كتير، ثالثا ما يشربش مية كتير. واخد بالك؟ يعني كله يبقى معتدل. فإذا كل حاجة اعتدلت النوم يعتدل كمان. إنما يأكل كتير، يشرب كتير، ينام كتير، يكسل كتير، يعيا كتير، يتخن كتير، يبقى كله كتير، يمرض كتير، كله كتير بقى. فهمت بقى؟ وما يشتغلش كتير ويبقى كده زي التيس، حيثما حل عايز يقعد. دي مشكلة. فيبقى شوف النبي عايز يطلعك للاعتدال. أمة وسط. نحن قوم لا نأكل إلا إذا جوعنا وإذا أكلنا لا نشبع بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. شوف كلام النبي جميل إزاي. السنن دي الناس ما بتعملش بيها، لكن سهل قوي. سنة يلبس ثوب أبيض يربي لحيته، يلبس عمة، يجيب الطيب، حاجات حلوة أصلا، سنن حلوة. لكن يجي ساعة الأكل ما فيش سنن، يغرف. لا، طب ما اعمل بالسنه بقى في الاكل بقى. كان لا يعيب طعاما قط، وكان لا يتفقد ايه؟ الغائب، الموجود ياكله. مش يقول ايه ده هو كل يوم تجيبوا لنا كده، ما عندكوش مش عارف ايه، اللي موجود هو اللي ياكله. ولو اللي موجود ما يحبوش يبعد عن اللي ما يحبوش وما يعيبوش، وياكل اللي ايه؟ النوع الثاني.
وإذا سئل ما يعيبش في الطعام، يقول أجدوني أعافه مثلا، يعني أجدوني يعني كأنه يلزم نفسه. فهمت؟ شفت أدب النبي في الطعام. وإذا أكل يأكل أكل المتعجل، ويأكل لا يشبع، ثلث لطعامه، ثلث لإيه؟ لشرابه، ثلث لنفسه، يبقى صحيح نشيط، يبقى اعتدل الأكل، اعتدل الشرب، اعتدل النوم، اعتدلت الصحة، اعتدل المزاج، اعتدلت النفس واتزنت، فصلت صريحة لعبادة ربه. الاعتدال في كل حاجة يدي لك كل اللي معه. وأهم حاجة أن كل الحاجات دي تبقى من حلال، مصدرها حلال، واضح؟ وهي بذاتها حلال، يعني مش يجيب فلوس حلال ويكسب فلوس حلال وبعدين يشتري أكل حرام، ميتة، لحم خنزير، ما برضه حرام. يبقى لازم يبقى مصدره حلال وهو نفسه بذاته حلال، واضح؟ وبعدين يعتدل فيه بقى. طيب، فإذا استيقظ، لو صلى بقى الصلوات بتاعته دي اللي هي يدوب على قد الأركان وعملها ونام واستيقظ ونشط، يراجع اللي عمله فيها على قلبه كده، يا ترى أنا عملتها كويس؟ كنت متأكد إن أنا فعلا سجدت في كل ركعة سجدتين، وقريت التشهد كامل، قريت الفاتحة كويس ولا ما قريتهاش كويس؟ فإذا راجع الحاجات دي كلها لقاها كلها خير كويسة، خلاص. فلو شك يقوم يعيدها تاني لإدراك الصحة، واضح؟ فإذا استيقظ فعل ما تقدم ذكره، لأنه اجتمع لنا أمران، أحدهما إيقاع الصلاة في وقتها والوقت قد انحتم، وثقل النوم وإباحة النوم لأجله، لكن يغلب أقل الضررين. فإن خروج الوقت مع الذكر والقدرة على الأداء يتعلق عليه العقاب، والصلاة مع النوم متوقع الضرر معه، وهو السب على أحد المحتملات، وقد لا يقع، فالإقدام على التوقع خير من المقطوع به. يعني أنا لو تركت الصلاة لحد ما يفوت وقتها ده في عقاب مقطوع بي، لكن أنا لو صليت وأنا النوم كبس عليا، في احتمال إن أنا أقول كلام خارج الصلاة فتبطل، وفي احتمال إن أنا أنضبط وتطلع الصلاة صحيح، فأقدم على المحتمل فرارا من المقطوع به. فهمت بقى إزاي؟ أدي الحكاية، ارتكاب أخف الضررين، القواعد الأصولية المعروفة. فإن قال الخصم، الخصم اللي هو يعني لو واحد إيه بي إيه بيناقش العالم اللي قال الحل ده، بيعتبره بقى أنه معترض، فيبقى كأنه خصم، فبيقول إيه؟ قد جاء العذر من الوعيد الذي قلته. قلنا ليس الأمر كذلك، لأن الأمر إذا نص عليه لا يرتفع بالمحتمل، لأن الوعيد على إخراج الصلاة عن وقتها مع القدرة والإمكان قد ثبت، وقوله صلى الله عليه وسلم فليرقد حتى يذهب عنه النوم احتمل أن يكون وإن خرج الوقت، أو يكون ما لم يخرج الوقت. ما هو النبي لما قال إيه فليرقد حتى يذهب عنه النوم، يحتمل أنه حتى يذهب عنه النوم ولو خرج الوقت، ومحتمل حتى يذهب عنه النوم فيعود إيه نشاطه قبل أن يخرج الوقت، محتمل كده ومحتمل كده. لكن المقطوع به إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا بالأدلة الأخرى، يبقى أنا أقدم الأول على هنا إنه هو أحد احتمالين. فهمت إزاي طريقة فهم العلماء في النصوص المختلفة؟ فلما احتمل الوجهين فالأظهر أنه لا يسقط، والأصح ما تقدم ذكره من التقسيم، والله الموفق. الوجه السابع فيه دليل على جواز الاستغفار في الصلاة، لقوله يستغفر، مش بيقول لك هنا في الحديث إيه؟ إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى ونعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، لعله يستغفر، يبقى أقر الاستغفار، يبقى إيه دليل إن الاستغفار مطلوب داخل الصلاة، لكن ليس على عمومي، لأن مش بتستغفر أنت في كل أركان الصلاة، يعني ما ينفعش أثناء الفتحة تقول أستغفر الله، أو تقول أستغفر الله مكان الفتحة مثلا. وغالبا الاستغفار بيبقى محله السجود اللي هو محل الدعاء، أو بعد قراءة التشهد قبل التسليم، هي دي مواضع الاستغفار في الصلاة. يعني معناه إن الاستغفار إيه يعني يكون في الصلاة، ولكن ليس في كل أركانها، بل في بعض هيئاتها، واضح؟ لكن ليس على عمومي في جميع أركان الصلاة، يعني الاستغفار ليس في كل أركان الصلاة. يعني ما ينفعش بدل تكبيرة الإحرام تقول أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينفع، لازم تقول الله أكبر.
ما ينفعش تدخل الصلاة بأستغفر الله، لازم تدخل الصلاة الله أكبر أو الله الأكبر بس وخلاص. ولكن في المواضع التي تجوز ذلك أبين، وهنا بحث، لما علل بسب نفسه ولم يذكر سب غيره؟ فالجواب أن النفس لا تقدم في الغالب إلا نفسها، فإن كان يسبق السب منها لغيرها فهو نادر. يعني أصل ممكن الواحد هو كبس على إنه يقول إيه، إن الأبرار لفي جحيم، اللهم اجعلني منهم. هو نايم بقى، هو نايم خالص، فهمت بقى؟ النبي مش عايزك تعمل كده. وإن الفجار لفي نعيم، أعوذ بالله أن أكون منها أو فيها. لخبطت الدنيا خالص، لخبطت القرآن ولخبطت نفسك. قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. يعني إزاي اللي بتقوله ده؟ إيه اللي بتقوله ده؟ إيه اللي نام بقى، نام بقى لما تعرف هتقول إيه. فهمت بقى؟ لأن لما النوم، الناس يقولك النوم سلطان، بيفقد الإنسان التمييز. فالنبي مش عايزك توصل لحد الهزرمة والهلضمة والكلضمة، عارف الحاجات دي المصطلحات المصرية، كلضمة ما يبقى مكشر، والهزرمة أما يبقى بيقول كلام مش فاهم معناه. طب والهلضمة بيقول كلام لا هو فاهم معناه ولا اللي بيسمعه فاهم معناه. كل حاجة ليها حاجة. والوقت أصبح أن كلام الناس إما هزرمة إما هلضمة، في حال الكلضمة. فربنا ينجينا. فإن كان يسبق السب منها لغيرها فهو نادر، وإن وقع فيكون هنا غير مأسوم في حق الغير، ويبقى ما هو فيه من البطلان العمل كما ذكرنا أولا بلا زيادة. ولما لم يكن السب للغير فيه زيادة بل هو أقل ضررا، لأنه إن كان دعاء على أحد المحتملات لم يعد عليه شيء، فجاء من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. يعني إيه؟ يعني الأعلى إن الإنسان يضر نفسه، لكن سهل إنه ممكن واحد يدعي على غيره. وممكن الواحد يدعي على غيره جوه الصلاة. وإن كنت لا أنصحك، إحنا مشايخنا علمونا كده، ما تدعيش على مسلم أبدا ولو ظلمك أبدا، حتى ولو ظلمك، حتى ولو ظلم، قول اللهم اغفر له لأنه من أمة النبي. أنت ما تدعيش إلا على الظالم الكافر. الظلم اللي يدعي عليه هو الكافر، لا كافر بعينه بل كافر مبهم كمان. ما تدعيش على كافر بعينه باسمه كده، لان يمكن الكافر اللي باسمه لا يجي يسلم وتاخد انت مقلب. فهمت؟ انما تقول ايه، اللهم لعن الكافرين، ما تقولش اسماء بقى مالكش دعوه، سيبها بقى. فهمت؟ دي الاداب يعني. ومعظم الصالحين كان كده، حتى الامام الشافعي واخد بالك ازاي بيقول من نال مني او علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته. شفت الجمال بتاع الإمام الشافعي؟ من نال مني أو علقت بذمتي، يعني واحد شتمني قال كلمة في حقي، أبرأته لله شاكر منته، لأنه لما اغتبني هاخد أنا من حسناته وهو برضو إيه خسر، فأنا شاكر منته علي إنه هو بيديني حسناته، جزاه الله خير. أبرأته لله شاكر منته. أرى معوق امرئ يوم القيامة، ليه هو بقى أبرأه؟ حتى لا يرى أنه بيعوق امرئ مسلم يوم القيامة من الدخول الجنة، أو أن أسيء محمدا في أمته ولا أسيء سيدنا محمد في أمته. لا أنا عايز دي ولا عايز دي، لا أنا عايز أكون سبب أن أنا أعوق واحد من دخول الجنة، ولا عايز أسيء لسيدنا محمد في أمته لأنه يزعل لو واحد من أمته في النار. شفت جمال بقى إيه الأولياء الكبار؟ يقول إيه، من نال مني أو علقت بذمته أبرأته لله شاكر منته. أأرى معوق امرئ يوم القيامة أم أن أسيء محمدا في أمته؟ لا أنا عايز دي ولا عايز دي، فالأحسن المسامح كريم. شفت بقى الجمال؟ أدي الحالة اللي هي حال أهل الجنة، ما عندهمش غل، بيبقى ماشي في الدنيا بحال أهل الجنة في الجنة، ما عندوش غل ولا حب انتقام ولا حب تشفي، مش في باله الحكاية دي. شوف النبي قلبه ما كانش فيه غل خالص ولا يتشفى من حد،
اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقبل عذر المعتذر، ما كده هو أهل الجنة كله حالهم كده. لما قال هيدخل عليك واحد من أهل الجنة، يوم يدخل واحد من إيه، من عوام الصحابة، رجل من الأنصار كده مش مشهور حتى، يمكن لم يذكر اسمه في الكتب، يقول سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر بن الخطاب مش فاكر أحدهم، قال إيه والله لما أروح إيه أمثل عليه تمثيلية أقول له إن أنا اتخانقت مع أبويا ومش عايز يبيتني، بيتني عندك النهاردة لحد ما أصطلح مع أبويا، علشان يشوفه بيعمل إيه بقى في عبادته عشان يبقى من أهل الجنة. فلا عادي يصلي العشاء ويروح ياكل لقمه وينام، وقبل الفجر يقوم يتوضى يصلي ركعتين ويطلع يصلي الفجر، يعني مفيش اجتهاد زائد يعني في العباده، عادي زي بقيه الاف المسلمين وملايين المسلمين. فقال له يا اخي انا لا اتخانقت مع ابويا ولا حاجه، انت بس حيرتني، النبي قال عليك انك من اهل الجنه، انت بتعمل ايه زياده؟ قال له والله لا اكثر من هذا، الا اني ابيت ليس في قلبي شيء لمسلم. ادي اهل الجنه، حاجة بسيطة حلوة تبقى من أهل الجنة. شفت بقى إزاي؟ إن يبقى في قلبك مسامح، لما يبقى قلبك مسامح ربك يسامح، يعاملك زي اللي في قلبك، لا يقول لك أنا عايز أخد حقي بس مش عايز حق غيري، أنت عايز بقى الحق والمستحق، طب ربنا هيعاملك بالحق والمستحق، لا اتعامل بالفضل، يوم ربك يعاملك بالفضل، لأنه لو عاملك بالعدل اللي أنت بتقول عليه هينسفك. العدل اللي انت بتقول عليه ده اللي انت عايز تعامل الناس بيه هينسفك يا استاذ، لا عامله بالفضل احسن، عامله بالفضل احسن والتفضل والاحسان، لان الله رحمة الله قريب من المحسنين. ادي اهل الجنة ببساطة، مش مسألة صلاة كتير على فكرة وحفظ القرآن كتير، ولا هي ذكر كتير، ده مسألة قلوب، مسألة قلوب ونظرة للدنيا فيها رحمة كده للناس. النبي يقبل عذر المعتذر، لا ينتقم، لا ليس في قلبه غل، عايز امته كده. قال الحكايه، عرفت بقى الامام الشافعي في الشعر اللي قاله ده بين لك ايه هو الامام الشافعي، عشان كده قالوا انه عليم الابدال، قالوا على الامام الشافعي من الابدال، يعني ولي من الاولياء الكبار، علشان الحته دي، مش عشان كثرت علمه كمان، العلم دي حاجه تانية، العلم ده اصله هو ربنا اللي علمه له، لكن شوف نظافه القلب دي بقى هي دي اللي دخلته الجنه، هي دي اللي خليته نقول رضي الله عنه اليوم القيامة، مش كثرة علمه. طب ما في علماء وفقهاء كتير غير الشافعي وابو حنيفة واحمد بن حنبل والامام مالك، فقهاء كتير اكتر من 300 عالم مجتهد وصل لدرجة الاجتهاد المطلق في ال 300 سنة الاولانية، 300، لكن ليه ما اشتهرش الا الاربعة دول؟ اكيد في خصوصية كده، حاجة كده فيهم ربنا جعل ايه، جعل الناس تجتمع عليهم، والباقي مش وحشين ولا حاجة، مش وحشين ولا حاجة، لكن ده فضل الله يؤتي من يشاء. فهمت؟ وعلشان كده قال لك ايه، انك انت ما تدعيش على مسلم ولو ظالم ابدا ابدا، فما بالك الناس تدعي على ولادها وتدعي على ابوها ويدعي على امه ويدعي على جاره ويدعي على رئيسه في العمل، وبعدين يدعي على نفسك ليه كده؟ ليه كده اللسان الوحش والقلب الوحش؟ اللسان الوحش والقلب الوحش بعيد عن النبي، بعيد عن الناس، بعيد عن الله، واللسان الحلو والقلب الحلو قريب من النبي، قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة. ما هي الحكاية كده. الوجه الثامن، فيه دليل على ألا يخالط الطاعة مكروه، يؤخذ ذلك من قول عليه الصلاة والسلام، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. يعني ما تخلطش الطاعة بحاجة مكروهة يا أخي، فما تخليش جوه صلاتك تدعي بقطيعة رحم مثلا، بقى الصلاة قربة حلوة تخلي فيها دعاء بقطيعة الرحم، زي كنت بصلي في قايد باي زمان وراجل موظف في الأوقاف، كان الرئيس بتاعه يجي كل شوية قبل صلاة العصر، لو ما لقوش موجود يشطب على الدفتر بتاعه، راجل موظف الأوقاف والبنى، يقوم إيه، سمعت وهو بيسجد جنبي يقول يا رب خلصني من الراجل ده، يا رب اشتكيك ليه، يا أنا بشتكي لي، يا رب انسفه، يا رب خلصني منه، كل ده في السجود، ليه الغل ده؟ كل ده عشان شطب على إنه ما حضرش النهار، يا عم الحكاية بسيطة.
يا عم الحكاية بسيطة. بعد الصلاة قلت له يا أخي حرام عليك، هو الرجل المشرف الأوقاف ده مسلم ولا يعني شيطان إبليس؟ قال لي لا مسلم بس ظالم. قلت له طب وانت سامح يا أخي؟ سامح يا أخي، أو إما تيجي في معادك، يا تسامح يا تيجي في معادك وخلاص لحد ما ربنا يكشفه عنك، إنما تدعي عليه كده حرام عليك يا أخي. فما فيش بلاش الغل ده، غل وحش. خلى صلاته كلها صلاة العصر قاعد يدعي على الراجل غلبان ده، ومن ساعتها ما شفتوش، ما اعرفش جرى له ايه، الراجل عمل حادثه ولا اتضرب، ربنا ينجيه. الوجه الثامن فيه دليل على الا يخالط الطاعة مكروه، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. فترك الصلاة في الوقت الاحتمال أن يقع السب في حال النوم وهو لم يقصد، فكيف أن لو كان مقصودا؟ بيعمل بقى المكروه ده ومقصود. إذا كان النبي يقول لك نام لحسن وانت نايم تقول حاجة مش واخد بالك منها تطلع مكروهة، فما بالك بتقولها وأنت في كمال تيقظك بقى؟ ده يرضي النبي؟ ما يرضيش النبي، النبي عايز إيه؟ رحمة. ويترتب على ذلك من الفقه كثرة التشديد على الحضور في الصلاة حالا ومقالا، إنك أنت تبقى يعني مركز في صلاتك كده وحاضر فيها بقدر طاقتك. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة امرئ حتى يكون قلبه مع جوارحه. وهنا بحث، وهو أنه طول نومه إذا لم يستيقظ يكون معذورا غير مأثوم، وإن خرج الوقت. افرض واحد نومه تقيل قوي، حط دماغه كده يصحى بعد ما يدن الأذان اللي بعده ما انتبهش ولا مرة، يبقى غير آثم، مأثوم، ليس إثم فيه، لأن ربنا رفع عن النائم حتى يستيقظ، يعني رفع إيه؟ مش التكليف الإثم، رفع المؤاخذة حتى يستيقظ، فهمت؟ مش رفع التكليف، رفع الإثم. وهنا بحث، هل له أن ينام قبل الصلاة أو ليس؟ فالجواب عن ذلك لا يخلو، أن يكون ذلك نهارا أو ليلا. طب النوع ده اللي هو لما بينام ما بيعرفش يقوم وممكن يضيع الوقت، طيب لو كبس على النوم خالص هل ينام قبل الصلاة ولا يقوم لحد ما يصلي لأنه عارف أن الوقت هيضيع منه؟ يعمل إيه؟ أدي السؤال. فبيقول لك نقسمها، لو كان بالنهار غير الليل، لأن العادة أن الإنسان في النهار بينام مدة أقل ويصحى ساعة في النهار تكفيك وتصحى وخلاص، ساعتين بالكتير قوي، لكن في الليل متعود ايه تاخد لك قد 6-7 ساعات، فلو كان في النهار نقول له نام ما يجراش حاجة لان هي ديتها ساعة 2 هتقوم بعد كده، لكن لو كان بالليل اخاف بقى يعني ينام بعد المغرب وهو تعبان، وبعدين ايه هو متعود اما بينام يروح جايب له 7-8 ساعات حتة واحدة يبقى هيصحى الفجر هتضيع عليه العشاء، يبقى ساعتها في الليل نقول له بقى اصبر بقى شوية كده، قاوم نفسك، اشرب لك كوباية شاي، قوم تص وشك بشوية مية، قوم اتحرك اتمشى، اعمل اي حاجة لحد ايه ما تدن العشاء وصليها ونام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء، النبي نهى عن النوم قبل العشاء لان عادة الناس في النوم في الليل ينام مدة طويلة، واضح؟ وعشان كده بيقول لك لا يخلو أن يكون ذلك نهارا أو ليلا، فإن كان نهارا فله ذلك بمقتضى السنة وبما اعتاده الطبع، فأما من طريق السنة فما جاء في نوم القائلة، النبي كان بينام في القيلولة قبل الظهر بساعتين ثلاثة كده، كان ينام شوية وقت الضحى كده يعني على الساعة 10 الصبح يبتدي ينام له قد ساعة ولا ساعة ونص يقوم على أذان الظهر، على أساس أن اللي بيبقى أقام الليل وصلى الفجر وقاعد يذكر ربه، وبعدين مثلا راح عدى مصلحة يجي على الساعة 10:30-11 كده يلاقي نفسه تعبان بقى عايز يريح شوية، يسموها قائلة الضحى، فكان النبي ايه يقلها شوية كده ويقوم على الظهر، فيهاش مشكلة دي. في نوم القائلة وهو قريب وقت الظهر لقوله عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وأما من طريق ما جبلت عليه الطباع فإنها لا تكثر النوم بالنهار لأنه جعل لها للسعي، كما أنها لا تكثر السهر بالليل لأنه جعل لها سكنا، وما أحكمته حكمة الحكيم فلا يتبدل إلا لموجب، وذلك نادر والنادر لا حكم له. وهو أيضا مبني على أثر القدرة، لأن ارتباط العادات أثرا أثر الحكمة وعليها ترتبت الأحكام وخرقها في وقتها أثر القدرة، يعني قدرة الله أنها ممكن تخرق الطبائع وتخرق الأسباب، القدرة صالحة
لكن الأسباب جعلها الله علامات الإنسان بمقتضاها يرتب حياته بيها، واخد بالك؟ لكن قدرة الله ممكن تغير الترتيب، لكن أنت مطلوب أنك أنت تمشي على الترتيب بتاع الحكمة، الأخذ بالأسباب. أنا جعان آكل، لكن ممكن بقدرة ربنا تبقى جعان ربنا يشبعك من غير أكل، مش كده؟ القدرة كده. لكن ما قالكش أنك تعيش مع القدرة في الدنيا، لا، عيش مع الحكمة، خد بالأسباب. عطشان روح يشرب، ما تقولش انا عطشان ربنا يرويني، يا رب ارويني يا رب ارويني، والميه قدامه. عجزت، ما ربنا بيقول لك اسال الله من فضله، والميه من فضل الله. عطشان روح يشرب وقول الحمد لله، ولا يبقى الميه جنبك وتقول يا رب ارويني وتنام لحد ما تموت من العطش؟ ما قالكش كده، يقول لك اصل انا ماشي مع القدره. لا يا عم، انت تمشي مع القدره في الجنه ان شاء الله، انما في الدنيا ربك قال لك امشي مع الحكمه تعبدا. فهمت؟ فرق كبير. وصح وبه صحة الدلالة على القدرة، وهو أصل في الإيمان الذي ترتب عليه الأحكام. وأما في الليل مثل النوم بين العشاءين، العشاءين اللي بين المغرب والعشاء يعني يسموه النوم بين الليل، فالذي أنقله عن العلماء الأجلة الذين لقيتهم وهم أيضا كذلك نقلوه، أن الذي يريد النوم بين العشاءين لحاجة له فلا يخلو أن يكون له من يوقظه لصلاة العشاء أو ليس، فإن كان له من يوقظه فله ذلك. يعني كبس عليه النوم بعد المغرب، احنا قلنا ما ينامش، قال لك افرد واحد كبس عليه النوم وليه من يوقظه، وهو متعود انه لما بينام وحد يوقظه بيقوم، يبقى ينام، ده ما فيهاش مشكلة ينام، ده واضح. وكذلك إن كان يعلم هو من نفسه أنه يستيقظ لذلك الوقت لعادة يعلمها من نفسه، ولو كان عارف أن عادته أنه بيريح كده ساعة ويقوم وأنه معظم ليله كده يقلق كل شوية ممكن ينام، لأنه طبيعته نومه كده كويس، فله ذلك أيضا. وإن كان يعلم من نفسه أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فليس، مالوش ينام، ده اللي هو عارف أنه بينام بعد المغرب يصحى لما الشمس تلسع قفاه، ما ينفعش ده بقى، هيضيع العيش. فهمت؟ فليس. وكذلك إن كان جاهلا بعادته، ملوش عادة يعني، كل مرة بينام ويصحى بطريقة شكل، ملوش عادة مستقرة، يبقى برضو ده جاهل عادته، يبقى في الحالة دي برضو ياخد بالحزم. وليس في الحديث ما يدل على هذا، لكن لما كان الموضع يحتاج إليه ذكرناه. وهنا بحث في قوله عليه الصلاة والسلام فليرقد، هل يرقد في موضع مصلاه على حاله ولا يقطع صلاته، أو يقطع الصلاة ويرجع ينام حيث شاء؟ احتمل، يحتمل أنه يقطع صلاته ويروح ينام على السرير، ويحتمل أنه ينام في حال الصلاة كده على مصلاه، يحتمل كده ويحتمل كده، لكن الأظهر أنه ينام حيث هو على حاله. يؤخذ ذلك من خارج من قوله صلى الله عليه وسلم إذا نام العبد وهو في الصلاة يقول الحق جل جلاله يا ملائكتي أما ترون عبدي جسده نائم بالأرض وروحه عندي، جباهي بي الملائكة. وبحث آخر، هل ذلك النوم ينقض الطهارة أم لا؟ النوم اللي حينامه ده في الصلاة ده، هل ينقض الطهارة أم لا؟ ليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، لكن العلماء اختلفوا في النوم في الصلاة اختلافا كثيرا على حسب هيئته، فمنهم من قال إن النوم في الصلاة لا ينقض الطهارة، واحتجوا بما جاء من أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى علم منه النوم حقيقة، فقيل له نمت فقال لا نوم في الصلاة. والجمهور يجعلون ذلك إن صح الحديث من الخاص به، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام عيناه ولا ينام قلبه، يبقى النوم ده لو نام على غير هيئة المتمكن مقعدته من الأرض يبقى انتقض وضوء، لو نام على هيئة الممكن مقعدته من الأرض يبقى لا ينتقد وضوء عند الشافعية، سهلا بس. والنبي لما نام في صلاته وقام وصلى تاني نقول ده خاص بالنبي، لأن النبي كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، والنوم عند النبي لا ينقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. الوجه التاسع فيه إشارة إلى التيقظ والحزم، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم، لأنه أمر عند ظهور المبادئ، وهو النعاس الذي آخره النوم الثقيل الذي لا يعرف معه ما يقول، أن يترك العمل، وهو طاعة خيفة الخلل، فما بالك بغيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن كيس حذر فطن،
لذلك كان بعض أهل الصوفة إذا رأى أدنى غبار في خلق عياله أو دابته أو عادته أسرع إلى التوبة والطاعة وفتش على خبايا نفسه حتى يجد الغفلة التي وقعت منه فيستقيم حاله. يعني لازم الإنسان يبقى حذر كده ومراقب نفسه، أول ما يطرأ عليه الضعف وعدم الحضور مع الله يستريح شوية ياخد قسط علشان يبقى عمله كامل، ما يبقاش عمله فيه خلل. كويس، لا يمل الله حتى تمله. وانت عارف قصة الايه، المرأة اللي كانت عاملة حبل كده عشان ايه تعبد الله في مسجد النبي، عشان كل ما تتعب تمسك فيه، فالنبي قال ايه امرهم انهم يزيلوا الحبل، وقال فليعبد ربكم، فليعبد احدكم ربه نشاطا، صلى الله عليه وسلم. ومنها قصة الشيخ الذي لم يكن يتكلم في امور الدنيا حتى خطر له فيها يوما خاطر. كان راجل من الاولياء يعني بتوع زمان، كان راجل كل همه واحوال قلبه منشغله بامور الاخره، الدنيا دي سايبه على الله. كويس، فخطرت عليه الدنيا مره خاطره كده في قلبي، فاذا بجندي بالباب يستاذن فاذن له. مجرد خطرت الدنيا في قلبه بس لقى الباب بيخبط، دخل شرطي، دخل قعد معاه وجلس بإزاي يحدثه في أمور الدنيا، يقول له ده الملك عمله والحاكم عمله والشرطة والأسعار والدنيا، قعد قلب دماغه بالأخبار. فتعجب الشيخ من ذلك فرجع إلى نفسه ينظر من حيث أتى، من حيث أتي، فإذا هو قد ألهم أمر الله سبحانه للخاطر الذي مر به في شأن الدنيا، فقال من هنا أتيت. لما الدنيا دخلت قلبي جالي إيه رجالتها، لما الدنيا دخلت قلبه قالوا رجالته اللي هو الجندي صورته. فإيه لما استغفر وتاب وإذا بالجندي قد قام من حينه وخرج. أول ما تاب هو قلبه كده الجندي إيه قال له طب استأذن بقى لحسن أنا عندي معاد، سلام عليكم. فهمت ربنا إيه شغله بعده عنه. ويؤيد ذلك قوله جل جلاله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا في نوم العباد، وأما نوم أهل الدنيا فلا تكون اليقظة منه إلا عند الموت، لقوله عليه الصلاة والسلام الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، لأنهم رأوا الحق وعينوا الحقائق. فنوم أهل الدنيا جهل وغلبت شهوة وغفلة، إلا من علمه الله وأيقظه وهم أهل الجد والتشمير والصدق والتصديق، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، وكذلك جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله منهم بلا محنة بحرمتهم عنده، آمين. ونقف عند الوجه العاشر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.